تعال اطلع معي الميدان، تعال لف معي مع عساكرك زي انا لافي مع عساكرك. اطلع برا، اطلع برا. اوي ما تخش الشعب، زمان قلت لك فوق ناس معينه تحت يا هم لسه بموت زين. اوي يا شباب ما تموت، اوي يا شباب ما تموتوا. احنا ما حنسالكم. اي زول داير مسرحة السودان يطلع من برهان يعلنوا الجيش، شرفاء من الجيش والدعم السريع ينسقوا مع بعض، نعمل قوة تحمي السودان، تحمي حدود السودان مع بعض. ما ممكن، لا يمكن الخيل تقرب الشكر لحماد، لا يمكن. 7 سنة قبل سقوط البشير احنا متحملين المسؤولية على عاتقنا، 3 سنة بعد انسك برهان انا متحمل المسؤوليه، والمؤامرات شغاله، والكذب شغال، والغش شغال، وقتل الناس شغال، والموت شغال. حمدت الحمد لله بكل امن وامان، والان في صفوف الاماميه مع قواته، والان حنقضك ومسلم لحميدتي بيده. حميدتي ما قاعد يشوف دروم يا برهان، حميدتي مع قواته، ولكن ما زول حديث ولا زول زول فعل. حميدتي شغال البيان بالعمل. عشان كده يا برهان بنقول لك باذن الله سبحانه وتعالى انسلمك، انسلمك لحميدتي بيده باذن الله، ونسلمك لابناء الشعب السوداني. بتحاربنا ليه يا برهان؟ ليه بتحاربنا؟ ما بتحاربنا من اجل المدنيه والديمقراطيه، مش كده؟ والله ما نقف مع الكيزان يا برهان، يا كوز يا برهان يا كوز، ما حنقف مع الكيزان. ما تخش الناس تقول لهم انا ضد الدين، احنا ناس الدين ونموت في الدين. تخش الناس بالدين، 30 سنة غاشين الناس بالدين،